يعني اعتقد ان هو احنا في الفتره الاخيره تحديدا بقت في طفره في بالنسبه للالعاب الفرديه، ما كانش الاهتمام موجود. يعني حاليا الفتره الدنيا بقت مختلفه شويه، بقى في اهتمام بالالعاب الفرديه. كان دايما يعني تركيزنا بينصب نحو الالعاب الجماعيه، كره اليد، كره القدم، هذه الالعاب. ولكن دلوقتي بقى في اهتمام بكافه الافراد المنظومه الرياضيه بمصر. او مصر بتجني ثمار هذا الاهتمام، دعم من الدوله المصريه والقياده السياسيه في مصر لكافه الالعاب. واعتقد كمان ان مصر في استضافه البطولات، يعني برضو حاليا مصر بتستعد لاستضافه فعاليات النسخه الثامنه من بطوله مصر الدوليه للريشه الطائره، وهتقام البطوله في صاله 2 باستاد القاهره في الفتره من 12 ل 15 اكتوبر بمشاركه 25 دوله. حاليا طبعا بيتم الاطمئنان على كافه التجهيزات، سواء الملاعب او المدرجات او الاقامه واحتياجات البعثات المشاركه. كل التوفيق لمنتخبنا المصري. عنوان مهم جدا يا نهاوند، مصر تستضيف، اعتقد دليل على قوه الدوله المصريه، دليل على البنيه التحتيه اللي اصبحت تملكها الرياضه المصريه. بص برضو هرجع اقول دي من الحاجات اللي ما كناش بنسمعها زمان، يعني بالزبط. مصر تستضيف دي ما كناش بنعرف نسمعها زمان بشكل كبير، برضو لعدم الثقه في امكانياتنا. كنا بنقول ما نقدرش، البنيه التحتيه عندنا لا تسمح، الخبرات مش موجوده، طب انت عشان تحقق حاجه زي كده او تنفذها لازم تستعين بخبرات اجنبيه. الكلام ده كله كنا بنقوله، كان عن وقتها عن حق بصراحه. لكن بعد كده ابتدى الموضوع يختلف بشكل كبير، ابتدت انت تستعين كمان بالخبرات وبالعقليه وبالشباب، تديهم فرصه ان هم يقدموا حاجه مختلفه. فكل ده ترجم فيه ان هي غير طبعا الاهتمام من القياده السياسيه، ابتدى دلوقتي يترجم، وبقاله سنين كمان ماضيه بيترجم على الارض بنجاحات كبيره جدا في البطولات المختلفه الدوليه اللي احنا بنستضيفها على ارضنا. وكمان وقت الكورونا لو انت فاكر احنا استضفنا بطوله اليد، وكان يعني لا بص برده كان حاجه وقتها محترمه جدا، لان الحمد لله هي كمان تمت بافضل شكل وما كانش في اي اصابات وقتها لو انت فاكر طبعا هذه البطوله. على كل حال من الاخبار كمان الحلوه جدا اللي معانا ان احنا بنتكلم ان تمت الموافقه من جهه الاتحاد الدولي للبوتشا على اقامه بطوله التحدي الدوليه في القاهره، هيكون في يوليو 2024، ودي المؤهله لبطوله يعني العالم 2026، بطوله في غايه الاهميه بالمناسبه، وبيتابعها ناس كتير جدا وصحافه عالميه بشكل كبير جدا. وهنقول تاني ده بيعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على تنظيم البطولات الدولية، بعد طبعا النجاح في تنظيم بطولة افريقيا للبوتشا اللي في يوليو كانت 2023، كلمنا مع حضراتكم يعني عنها في هذا التوقيت. كمان كان في خلينا نقول برضو إشادة كبيرة جدا، ده مش كلامنا بالمناسبة، ممكن حضراتكم اللي مش مصدق يدخل ويدور على الكلام ده، كان من الاتحاد الدولي بالجهود اللي بذلها تحديدا الاتحاد المصري في نشر اللعبة في أفريقيا، وتنظيم كمان دورات لتأهيل الحكام والمدربين يعني خلال بطولة أفريقيا الماضية. فنجاح ورا نجاح، أعتقد إحنا مفروض نسعد بده، وإن شاء الله يعني في المستقبل نتمنى زي ما سمعنا ان احنا نقدر نستضيف اولمبيات او نستضيف كاس العالم في فتره ما، يعني ان شاء الله نقدر نعمل ده لو لينا فرصه يعني.